بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل المراجعة، المقطع الجزء الثاني من المراجعة. وصلنا لعند صفحة 109، العناية بمرضي مرض الكلى. صفحة 109 مكتوب فوق عند على يمين على شمال الرسم اللي أمامك، رسم الجهاز البولي the cause of acute renal failure، بتقراها براحتك. طلع هنا على التعليقات اللي تحت. if you eat too much sodium you can thirsty your blood pressure can rise، يبقى كنا زيادة تناول الصوديوم برفع ايش الضغط هذا في الامتحان. زيادة تناول الصوديوم برفع ايش الضغط، بزود العطش، بيشرب الانسان كثير وبزيد ايش ضغطه، هذا سؤال امتحان. يبقى 109 صوديوم، زيادة تناول الصوديوم if you eat too much sodium ايش بيعمل؟ your blood pressure can rise او بيعمل hypertension. السطر الثاني برضه مهم وجاي في الامتحان. if you have too much potassium in your diet it can cause irregular heartbeat. وبالمناسبة زيادة البوتاسيوم بتعمل الريجولار هارت بيت، ونقص البوتاسيوم بيعمل ريجولار هارت بيت. مش تقول لي في الامتحان والله اجى عن بوتاسيوم ديفيشنسي، بيعمل بوتاسيوم ديفيشنسي، نقص البوتاسيوم بيعمل الريجولار هارت بيت، وزيادة البوتاسيوم بتعمل الريجولار هارت بيت. لكن وعلقت انا في المحاضرات زيادة البوتاسيوم بتعمل الريجولار هارت بيت، عدم انتظام ضربات القلب، عدم انتظام اللي هو الهارت بيت ضربات القلب، لكن بتكون سريعه اذا كان تو ماتش. لكن اذا كان في ديفيشنسي نقص في البوتاسيوم تكون الريجولار هارت بيت لكن تكون سلو بطيئه. طيب تو ماتش فوسفورس ايش بيعمل؟ كالسيفيكيشن ان ذا ايز هارت اند سكن. يبقى زياده تناول الفوسفورس بيعمل كالسيفيكيشن ان يور ايز هارت سكن اند جوينتس. طيب المريض تبع اللي عنده مشاكل في الكلى، هل احتياجات تغذوية زي ما هي بتضلها بتتغيرش؟ لا. طلع السطر ايش مكتوب اخر ثلاث سطور تحت السطر الاول بالثلاث اخر ثلاث سطور. The nutritional needs of clients with renal disease are changing constantly. بتتغير ليش؟ لانه المرض بتغير في تطوره. The reason for the change is that the disease state and treatment approach are not static. يعني مش ثابتة. يعني إيش المرض التطور المرض والعلاج بصير عليه تعديل وتغيير. يبقى عندك صفحة 109 مهمة جدا، جاي فيها سؤالين على الأقل. لو تو ماتش صوديوم مش بيعمل هايبرتنشن، تو ماتش بوتاسيوم بيعمل ريجولار هارت بيت، وديفيشنسي بوتاسيوم بيعمل ريجولار هارت بيت، والمص في فوسفورس بيعمل كالسيفيكيشن ان ذا ايز هارت سكن اند جوينتس. نيجي لصفحه 110. جولز اوف نيوتريشن ثيرابي. جولز اوف نيوتريشن ثيرابي، هذا السؤال جولز اوف نيوتريشن ثيرابي جاي سؤال اختياري. ايش الجولز، الهدف من اللي هو العلاج التغذوي للانسان اللي عنده مشاكل في الكلى؟ واحد التين ان منتين اوبتيمال نيوتريشنال ستيتس، الحفاظ على درجه عاليه من الحاله التغذويه. الحفاظ على ايش؟ على صحه او حاله تغذويه جيده. بريفنت نت بروتين كاتابوليزم، يمنع تهتك البروتين. مينيمايز يوريميك توكسيسيتي، تقليل من سميه الكليه يوريميك من ارتفاع اليوريا. منتين اديكوت هايدريشن ستيتس، الحفاظ على الترويه، ها التروية كافية للجسم. منتين نورمال سيرم بوتاسيوم ليفل، حفاظ على مستوى عادي وطبيعي من البوتاسيوم. كنترول ذا بروجريشن اوف رينال اوستيودستروفي، اللي هو منع او السيطرة على عدم تطور اللي هو رينال اوستيودستروفي، اللي هو الفسيولوجي والانتم تبع الكلية، عدم تدهور الكلية. موديفاي دايت تو ميت ذير نيوتريشن ريليتد كونسيرن، صح، يعني بدك تنظم الغذاء بما يتناسب مع الامراض المصاحبه. ممكن يكون مع مرض الكلى، ممكن يكون في مع مريض الكلى يكون مع ديابيتس، يكون عنده هارت ديزيز، تراكت السرز، كونستيبيشن الى اخره. ريتارد ذا بروجريشن اوف رينال فيلر اند بوستبون ذا انيشيشن اوف دياليسيز، قلل او ابطئ تدهور
الابطال في تدهور اللي هو او الوصول الى مرحله اللي هو فشل الكلوي، وانه الانسان يصير يعمل ايش؟ غسيل كلي. نوت نو سينجل دايت از ابروبريت فور اول رينال كلاينتس، لا يوجد وجبه محدده مناسبه لكل مرضى الكلى، تختلف من انسان الى اخر او من مرض الى اخر. يعني المرض اللي عنده اكيوت جلومرولونفرايتس بدك تقلل من الصوديوم، لكن اللي عنده نيفرتك سندروم بدك تزيد من تناول، قصدي بدك تقلل من البروتين. الانسان اللي عنده اكيوت جلومرولونفرايتس التهاب في الكلى حاد بدك تقلل من البروتين وتقلل من الاملاح، لكن اللي عنده نيفرتك سندروم بدك تزيد من البروتين في الغذاء، لانه بفقد البروتين عن طريق البول. يبقى صفحه 110 في جاي سؤال في الجولز اوف نيوتريشن ثيرابي. 111 دايتري كومبوننتس، ايش بلزم مريض الكلى؟ انه يكون فيها كالوريز وبروتين وصوديوم والى اخره، لكن بنسب ايش مختلفه. طبعا الوسيلة الهدف من اللي هو الجهاز البولي والكلى انه تحافظ على تتخلص من اللي هو الافرازات او من الفضلات عن طريق اللي هو البول، بتحافظ على توازن الاملاح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفورس. لو صار في الكلي صار فيها فيلر وفشل كلوي هذه الفضلات تتراكم في الجسم. صفحة 112 طبعا المريض اللي عنده كلى بده يقلل الى حد كبير من تناول بعض الاشياء. ولو سألتك ايش هي الاشياء اللي بده يقلل منها حتقول لي والله الاملح الصوديوم، بده يقلل من تناول ايش؟ الصوديوم. شوف العنوان المكتوب تحت صوديوم بين قوسين ابريفييتد ان اي، صفحه قديش احنا؟ صفحه 112. طلع الصوديوم بين قوسين ابريفييتد ان اي. بتقلل من الصوديوم، انت تعرف ان مريض الكلى بدك تقلل ايش من الصوديوم. قلنا ليش ان الصوديوم قلل من الصوديوم؟ لان الصوديوم مش بيسوي برفع الضغط. السطر الثالث هاي بلاد بريشر مي بي تريتد وذ ميديسنز اور باي ليميتنج ذا صوديوم يو ايت، يبقى بدك تعمل ليميتيشن للصوديوم. زيادة الضغط ممكن تتعالج بالادويه وبالتقليل او في الشملاع الطعام. هاي بكرر انا السطر اخر السطر الثاني، هاي بلاد بريشر مي بي تريتد وذ ميديسنز اور ليميتد ذا صوديوم يو ايت، تقلل الى حد كبير جدا يكاد يكون الطعام خالي من الملح، تقلل من الصوديوم. وهي الاصناف الغذاء اللي فيها صوديوم، البوتاسيوم ابريفييتد له دور البوتاسيوم في الاعصاب. ممكن المريض اللي عنده كلى بدك تزيد من يعني ياخذ من الاطعمه الغنيه بالبوتاسيوم او يقلل منها حسب وضع اللي هو الكلى. يعني لو كان البوتاسيوم عالي بدك تقلل من تناول البوتاسيوم. البروتين بدك تحافظ عليه، على البروتين انه يكون في الوضع الطبيعي، مش تزيد البروتين. جايك سؤال تحت سؤال فيها البروتين بدك تحافظ على ايش؟ على انه البروتين يكون اديكوت يعني كافي وبس، مش تزيد كميه البروتين، لان البروتين بتكسر وبصير امونيا والامونيا بتتحول الى يوريا وهذا بيثقل على ايش؟ على الكلى. كالوريز بدك تعطيه اللي هو هاي كالوريك دايت، تعطيه اللي هو وجبات غذائيه غنيه. اخر سطر كلاينتس اون هاي كالوريك دايت ار يوجوالي جيفن اول ذا سمبل كربوهيدراتس اند مونو انساتيوريتد. صفحه 113 بتقراها براحتك.
ممكن تسيطر على السكر، المريض اللي عنده مشاكل في الكلى بده ياخذ صحيح سعرات حرارية كتير، لكن برضه بدناش نرفع نسبة السكر، لأن لو صار في سكر في الدم وفي أي سؤال، السبب الأول أو أكثر الأسباب للفشل الكلوي هو السكري، أكثر أسباب الفشل الكلوي إيش هو؟ السكري. أكثر أسباب الفشل الكلوي إيش؟ السكري. صفحة 114، صفحة 115، اقراهم براحتك. احنا قلنا هي المواضيع المهمة. تعال على صفحة 115، في عندك ايش تحت؟ تناول الخضروات. طيب السطرين اللي تحت، unfortunately it also decreases the water soluble vitamin in the food. This is one reason that the most rural class need vitamin supplements. يبقى اخر سطر انه كل معظم ارض الكلى ايش بدهم؟ ايش بدهم؟ فيتامينات. تعطيهم ايش؟ فيتامينات. تعطيهم ايش؟ 115 اخر سطر انه most rural class need vitamin supplement وخاصه الوتر soluble vitamins. تمام، 115 اخر سطر. Most renal clients need vitamin supplements. معظم مرضى الكلى بدهم vitamin supplements، فيتامينات. هاي عندك الأطعمة اللي فيها هاي بوتاسيوم، وهذا جاي في الامتحان، اللي هي الأفوكادو والبنانز والأورانج والمانجو والسويت بوتيتوز والسبانيش وشوكوليت وإلى آخره. الأطعمة اللي فيها بوتاسيوم قليل. جاي السؤال على البوتاسيوم في الامتحان، نيجي الفوسفورس وفيتامين دي والكالسيوم. المريض اللي عنده رينال فيلر بيحتاج لفيتامين دي ومينرال، لازم فيتامين دي وكالسيوم بالذات، ومقابل الكالسيوم بده يكون قليل الفوسفورس. هذا شرح عن الهايبوكالسيميا. طب الفوسفورس صفحة 116 ل 117، الفوسفورس وين موجود؟ هذا سؤال امتحان، صفحة 117 فوق. فوسفورس is found mainly in dairy products, dried beans, peas إلى آخره. اقرأ دير بالك منه، سؤال 100 صفحة 117. فوسفورس is found mainly in، الفوسفور موجود في كثرة وين؟ الفلويد، الإنسان قبل الغسيل بده يعمل استكشر للفلويدز. ساتوريت فات اند كوليسترول، بده يقلل مرض الكلى من تناول الدهون المشبعة والكوليسترول. لأنه بأثر على الكلى، يبقى المريض اللي عنده مشاكل في الكلى بده يقلل من تناول الدهون المشبعة والكوليسترول. صفحة 118. المرضى اللي عندهم مشاكل في الكلى بيكون عندهم الكوليسترول والتريجلسرايدز بيكون عندهم ايش؟ عالي، بالذات التريجلسرايدز بتكون عالية. فمشان هيك السكرات البسيطة بدها تخفف من تناول السكرات البسيطة. الايرون، الحديد، المريض اللي بيغسل الكلى بيحتاج لحديد، سواء حديد بالفم او ابر حديد اللي هو الاثروبيوتين، لانه بنقص بصير عنده انيميا. المريض اللي عنده رينال ديزيز ممكن يصير عنده انيميا، فبحتاج المريض اللي بياخذ بيعمل غسيل كلى بياخذ ابر اللي هو اريثروبيوتين، اريثروبيوتين او بيوتين الفا او اريثروبيوتين. ليش؟ لانه هذا بيزيد، يساعد على زياده كرات الدم الحمراء. يبقى باخذ شراب، باخذ حبوب حديد بالفم، يا اما باخذ ايش؟ اطعمه غنيه بالحديد، او باخذ ابر اريثروبيوتين
اللي هي شغالية بالحديد وبترفع كرات الدم الحمراء. فيتامين ان مينرال سبلمنت الانسان، ها هذا سؤال هان في 19 كرونيكالي يوريميك بيشنت ار برون تو ديفيشنسيز اوف، يبقى اللي عنده مشكله في الكلى، الامراض كلى، مرض كلى مزمن معرضه لي نقص فيش ووتر سولبل فيتامينز، تمام برضه لايش هيك سؤال امتحان. المريض اللي عنده يوريميك ها كرونيكالي بالحرف جاي كرونيكالي يوريميك بيشنت ار برون تو ديفيشنسيز ايش اوف ووتر سولابل فيتامينز، جاي خيارات الاجابه هي ووتر سولابل فيتامينز، ووتر سولابل فيتامينز، فات سولابل فيتامينز، ساتيوريت فاتس الى اخره. بيتعرض المريض اللي عنده كرونيكالي يوريميك بيشنت ار برون تو ديفيشنسيز اوف ايش ووتر سولابل فيتامينز، هاي السؤال الاول قصدي السطر الاول بعد العنوان تحت، شفت وين فيتامين اند مينرال سبلمنتيشن، هذا جاي في السطر الاول في جاي امتحان، جاي امتحان في السطر الاول سؤال اختياري جاي في السطر الاول، بتعرض لنقص في ايش في الووتر سولابل فيتامينز. صفحه 120 فات سولابل فيتامينز ار نوت لوست ان دياليسيز، يعني الفات سولابل بتقلش او لا تفقد بالغسيل، فمش لازم نعمل سبلمنتيشن الا اذا كان بس فيتامين دي. ليش؟ لان البرد بيحتاج للغسيل، اللي بيغسل الكلى بيحتاج للكالسيوم، وفيتامين دي قلنا يساعد على امتصاص ايش الكالسيوم. يبقى الامتحان من اول الكتاب لحد صفحه 120 في جايك في صفحه 123 سؤال ضمني، ها 123 جاي فيها سؤال ضمني ممكن تتجاوب بدون ما طلع 123. nutritional requirements of mother during pregnancy، nutritional requirements ايش المتطلبات اللي لازم من الام الغذائيه لازم من الام في فتره اللي هو الحمل، additional calories زياده في السعرات الحراريه خاصه في first trimester والسكند والثالث في الحمل كله، بروتين additional 25 جرام، هذا مين الست ايش الحامل في البريجنانسي زيادة 25 جرام، فوليت زيادة 600 جرام، كالسيوم ايرون لكن مش ملح مش صوديوم، وصلت الرسالة؟ يبقى من الناس تكون في زيادة في الكالسيوم وزيادة في البروتين وزيادة في الفوليك اسيد والى اخره، لكن مش زيادة في الصوديوم. هذا السؤال ضمني ليش مش زيادة في الصوديوم؟ لانه الستات اللي يكون حامل بكون تصير عرضة انه يرتفع الضغط عندها او عرضة انه تصاب بالسكري. هاي تقريبا احنا هيك رجعنا اللازم، وبالاضافة للمراجعة الاولانية اللي في الجزء الاول دير بالك منها. الله يعطيكم العافية.